مرحبا بكم متابعو قناة تارو موزايك في فيديو جديد، أرجو أن يجدكم وأنتم في أحسن أحوالكم. فيديو اليوم طلبتموه أيضا عن كارما الأجداد، ما هي الكارما التي ولدت بها؟ وقبل أن أبدأ القراءة أريد أن أعطيكم نبذة عن كارما الأجداد، ما هي؟ الذي لا يريد أن يتابع المقدمة ممكن أن تضغط أسفل الفيديو على اليسار مكتوب المقدمة، تضغط عليها وتختار توزيع الأوراق المجموعات، توزيع الأوراق واختيار المجموعات. ولكن مقدمة هذه مهمة خاصة الذين لا يعرفون ما هي كارما الأجداد. حسنا، إذا ما هي كارما الأجداد ولماذا تلاحقنا؟ البعض يقول لا، عندهم فكرة، نظرة مغلوطة، فكرة مغلوطة على كارما الأجداد، وأريد أن أوضحها الآن. نحن كلنا نولد بكارما الأجداد، سواء كانت هذه الكارما سلبية أم إيجابية. وأنت خاصة إذا كانت سلبية عليك أن تمشي بنفس الكارما التي مشى عليها أجدادك، أو أنك تخسر هذه الكارما. يعني هناك أذى، شيء، تصرفات غير جيدة، أنت تواصل هذا الأذى، أو أنك تكون أنت شخص عنده وعي، حطك الله لهدف في هذه العائلة لكسر تلك الكارما وتغيير المسار، وأنت تكون عامل نور لتغيير مسار العائلة، أنت تكون نقطة ضوء في الظلمة، وأنت بهذه الطريقة ستكسر الكارما. ولو كنت شخص مؤثر ستكسر حتى كارما الأهل بتغيير العقلية بنشر الوعي الجديد. سأعطيكم بعض الأمثلة عن كارما الأجداد، بعض الأمثلة هي تأخذ صور كثيرة. عندنا مثلا كارما الإساءة إلى الأبناء، على اللاوعي، التعنيف اللفظي والنفسي والجسدي. الأب أصلا تربى في عائلة فيها العنف وانعدام الحب والتعاطف والاحتواء، يعني الوالدين تربوا في هذه البيئة، وأنت بدورك لأنك أنت تربيت في هذه البيئة، ولأنك بلا وعي ستربي أولادك بنفس الطريقة، ستقول أن هذه الطريقة الوحيدة للتربية، لأنه نمط في الوعي، بسرعة ستقوم به، ستعنف أولادك وغيره مثل ما عنفوك والديك، ستعتبر أن هذه هي الطريقة الجيدة في العائلة، حتى يأتي شخص ويكسر هذه الكارما. وهذا الكارما ثقيلة جدا، لأنه أصلا تورث الكثير من المشاكل النفسية. تحدثنا عن التعنيف، الطفل التعنيف اللفظي والجسدي، يعني يكبر نفسه مشوهة، يعني كثير من الأمراض، الكثير من الأمراض النفسية والجسدية، تحدثنا هذا في فيديو سابق. وعدنا كارما أيضا التمييز بين الأبناء، يعني لأنه كانوا يقولون أنه لماذا نحن نحمل كارما أبائنا، لم نفعل شيء، لا، لأنك تبنيت وأنت تفعل نفس ما فعلوه. فهمتوا القضية كيف؟ تقوم الجواب بأنه أنتم لديكم اليد لأنكم تبنيتوا هذا، كان لازم عندكم وعي تكسروا هذا، أو الأجداد لم يكن لهم الوعي. تمييز بين الأبناء، وعنده كارما أيضا أنه الابن الذي، شوفوا عنده كارمتين، الكارما الأولى أن الابن الذي ميزت بينه، وهذا اللي تجده في مكان هنا، أقول لكم هذه الكارما، هذه أن الابن الذي ميزته عن باقي الأبناء سيكون هو أقل رعاية لك، لا يحترمك، لا يعطيك الحنان، لا يحنو عليك، لا يرعاك، وفي كبارك لن يرعاك هذا الطفل الذي فضلته، لأنه عقاب الكارما. وهي أيضا درس للأخ والآخرين الذين رأوك تفضل هذا الابن عنهم، فهو لكي تقول لهم الكارما بأنه حتى والدك سيأخذ كارمته، يرون الكارما بأعينهم، حتى هم لا يريدون هذا، ولكن سيقول واو، هذا الشخص الذي فضلته علينا، انظر كيف يعاملك. هذه مجرد يعطيهم دروس، أن انظروا الكارما كيف تحققت. أيضا كارما التمييز بين الأبناء، خلوني أتذكر، عندها كارما أخرى ثانية. الكارما الثانية أن هذا
هذه العائلة التي كان فيها التمييز بين الأبناء، الأفراد العائلة ما بيناتهمش حب، بيناتهم كره، بيناتهم مشاحنات، خصامات، واحد لا يحب الآخر، واحد لا يحترم الآخر، لأنه كاين فرق، فرقت في التربية بينهم، ميزت بعضهم على بعض وفضلت بعضهم على بعض. أحيانا تقول أنت مثلا، البعض منكم قد يقول لي بأننا نحن وعائلتنا كلها الإخوة غير متفاهمين، أبي لا يتفاهم مع أخوه ولا يتفاهم مع أخته، وجدي لا يتفاهم مع، وخالاتي لا يتفاهم مع عائلة. المهم هناك مشاحنات في العائلة، هذه هي كارما، كارما التفرقة. يكون أبوك أصلا كان هو، يا إما هو مفضل عند أبوه وأمه أو أحد الوالدين والآخرين لم يكونوا مفضلين، أو هو عانى من هذا التفرقة وبلا وعي يقوم به. ولكن هذه هي الكارما، إذا كنت ترى هذا ولا تفهم لماذا، هذا هو الكارما، التفرقة بين الأطفال والأبناء، الكارما هذه. هناك أيضا كارما بسيطة موجودة، يعني أمثلة بسيطة موجودة، مثلا عائلة تكون عائلة محافظة، حتى التزمت، ترى أن البنت عار وهي أقل قيمة، ليس لديها أي قيمة، ليس لديها أي فائدة في العائلة، حتى لو لم يقولها فهي موجودة في اللاوعي، وأنت تارث هذه الكارما، سواء أنت امرأة أو رجل، وتعامل امرأة أو بنتك بنفس الطريقة. هذه الكلمة الإساءة البنات عندها بزاف، سأعطيكم، عندها عدة أوجه في المجتمع. البنت هذه، أنت تولد البنت، بأن عندما تلد تأتيك بنت في العائلة ترفض ولا تفرح، وعندما يأتيك الذكر تفرح. هذه وجه، هذه عندما يكون عندك هذه المشاعر معناه أنك ترك حامل هذه الكارما، وستجد أن هذه المعاملة للإناث متوارثة حتى من أجدادك وأجدادك وأجدادك، وأننا أجد حت نجد حتى المرأة تبنت هذه العقلية وهذه الكارما. سأعطيكم شيء غريب جدا ولكنه إذا تفكر فيه بعمق ستجده حقيقي. المرأة التي بعض النساء وأغلبهم، أغلب النساء، لأنه لكسر الكارما هذه يتطلب وعي كبير كبير بزاف، لأنه هذه الكارما منتشرة كثير، ولو كان هناك وعي لكانت كسرت من مدة، ولكنها موجودة، معناه أن الوعي مش موجود مازال أو قليل جدا. قلت بأن المرأة، حتى المرأة ترث هذه الكارما. تخيل المرأة عندما تولد في هذه العائلة، البنت تعامل بأنها عار، بأنها أقل قيمة، التفرقة بين الذكور والإناث، بأن الذكر أحسن منها، وهي تتشرب هذه الكارما هذه وتتبناها أن الذكر أحسن منها وأنها هي ولا شيء. أنا أعطيكم المرأة لأنه الراجل واضح أنه عندما كيف يتعامل مع المرأة، ولكن حتى المرأة وتتبنى هذا الغريب. فعندما تلد هي تشعر بأنها بلا قيمة، وأنها أقل دونية، وأنها حتى عار، يعني أصعب الأحاسيس أنك تكون عندك هذا الإحساس بالعار وهو في أسفل سلم المشاعر والذبذبات. فعندما تلد بنت هي لا تفرح، لأنها هي تحتقر، هذه البنت لأنها هي تحتقر نفسها في اللاوعي ولا تشعر بوجودها، وتشعر بأنها لا شيء حتى تلد الذكر. وعندما تلد ذكر ستشعر بنفسها، ستشعر بوجودها، لأنه هذا الذكر هو الذي يعطيها قيمة، هي لا تشعر بأن عندها قيمة. ولو فكرتم في هذا الكلام ستجدوه حقيقي، كلام عميق جدا، ولم تسمعوا في مكان آخر لا في قراءات تارو كارما الأجداد ولا في قنوات الروحانيات. هي ستشعر بأنها، لأنها تشعر أنها ليست لديها أي قيمة، فلا تشعر بقيمتها حتى تلد الذكر، لأن الذكر هو اللي يزيدها قيمة، هي وحدها كأنثى ليس لها قيمة، وهذا تورثه للذكور وتورثه للإناث. فعندما تشعر الذكر، لماذا تشعر بوجود الذكر أنها عندها قيمة؟ لأن هي جبت الذكر، والذكر شيء عندها قيمة في العائلة. وشيء ثاني، لأننا نحن عدنا في الدين الإسلامي إكرام الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، فهي مجرد أنها كانت صارت أم
وخاصة للرجل، لأن المرأة غادي بالنسبة لها هي، خاصة للرجل لكي يقيمها، لكي يعطيها قيمة، لأن الرجل لا يعطي قيمة للمرأة للأنثى في هذا الكارما هذه. فتأخذ القيمة من أولادها الذكور، لأنه الإسلام أعطاها قيمة، لأنه الجنة تحت أقدام الأمهات، لأنه المرأة الأم عندها منزلة كبيرة، فهي ستشعر بأن عندها قيمة الآن، تأخذ القيمة، وربما حتى تتجبر بهذا الكين. بعض النساء يتجبرون، يعني هي لا تشعر بقيمتها، خاصة مع الإناث من بناتها، وتربي هذه البنات على هذا الكارما، على أنها ليست لها قيمة، على أنها هي أقل ودوني، أقل قيمة وأدنى من الذكر، وكارما هذه ثقيلة جدا جدا، يحملها الذكور والإناث من العائلة على مر الأجيال. الذكر دائما سيشعر بأنه أحسن من المرأة، وأحسن هنا تعطيه، بأنه حتى شخصيته تكون شخصية مهزوزة، ويسيء إلى المرأة، وعندما يسيء إلى المرأة هذه عندها عاشق شيء عادي. سأدخل في موضوع آخر، ولكن يجب أن أوعيكم هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا. سيشعر بأنه أهم من المرأة، والمرأة ما لا شيء. هذا سينعكس عليه في معاملته مع زوجته، في معاملته مع النساء اون جينيرال، في معاملتي مع بناته، وهنا ستكون عندها صفات ذكورية، وليست لديه صفات رجولية، ستلدين أشباه الرجال، وحتى هو لا يراك، حتى أنت الأم لا يرى عندك قيمة، أنت عندك قيمة فقط لأنك أم، يعني في الدفاتر العميقة للاوعي. أما المرأة التي تلد بهذه الكارما، فهي تشعر بالدونية وأنها لا شيء، وعندها مشاكل نفسية، حتى لو درست، حتى لو عملت واشتغلت وحققت ذاتها، لن تشعر أبدا بأنها مكتملة، لن تشعر أبدا بأنها قد أنجزت، تشعر دائما بأنها أدنى، بأنها أدنى في المجتمع ده، هي دائما هي مرتبة ثانية، حتى لو كانت ناجحة، هي عندها هذا في أعماقها، لأنها تربت عليه. وهذا سيورث المرأة التي لا تستطيع أن تعيش بلا رجل، ظل راجل ولا ظل حيطة، من هنا يأتي هذا المثل، بأنه لو لا تتزوج لا تحقق أي ذاتها، لأنها غير موجودة، لأنها ليس لها أي قيمة، ولو لا تنجب أيضا، وخاصة تنجب الذكور لكي تكون عندها قيمة، وهذا الرجل مهما عامل معها هي عندها الإحساس بالدونية، ستتقبل معاملتها السيئة، ستتقبل وتصبر وغيره، لأنه عندها ما عندهاش استحقاق، هي تستحق المعاملة هذه، لأنها تربات بها. وهنا عدنا هذه الكارما تعطينا 3 أنواع من النساء: إما امرأة خاضعة جدا للرجل، هو كل شيء وهي لا شيء، هذه كارما ثقيلة، تعطيك بزاف تجارب في الحياة صعبة لكي تتعلمي حب الذات، يعني هي تربت من طفولتها بعدم حب الذات، هي غير محبوبة أصلا، كيف تحب نفسها؟ هي تحتقر نفسها في أعماقها، تحتقر نفسها، حتى لو كانت تقول لك أنا أحب نفسي وأنا، لكن في أعماقها هي تحتقر نفسها وعندها العار. فهي تقدس الرجل، وهي عندها الرجل هو كل شيء وهي لا شيء، وتتنازل كثيرا كثيرا، خانعة نازلة، وستربي أولاد جيل مشوه. الشكل الثاني، قد تكون هذه المرأة قوية وهي رافضة لهذه التفرقة، ولا تتبناها، وتكره كل الذكور، ربما حتى لا تتزوج لأنها معقدة من الزواج، وتكره كل الذكور، وهذا أيضا عنده كارما، لأنه ليس لديها الوعي، أعطت الكره كل شيء للجنس كامل، للجنس الذكر، فهذا أيضا عندها كارما، ستعيش في الحياة عدة ضربات لكي تستوي عندها النظرة وتوعى، لأنه هذا خطأ. الجزء الثالث هو أن المرأة الثالثة هي، لأنه ما خفت منها طحت فيه، يعني هما أصلا لماذا يرون بأن المرأة عار وغيره، هما أصلا يعتبرون بأن المرأة عاهرة إلى أن يثبت العكس. فعلا هذه الفكرة، أنه معنى أنها ستجيب لهم العار، حتى لو لا تفعل شيء، حتى لو تخرج أبدا من البيت، عندهم هذه العقلية بأن المرأة عاهرة حتى يثبت العكس، فهذا اللي محملينها طاقة فوق طاقتها،
وزر اصلا لم تفعله. فهذه النوع الثاني من النساء، هذه المرأة اول شخص تلتقي به ويعطيها قيمة ويعبر لها عن الحب، لانها هي من الذكور العائلة لم تاخذ لها الحب، حتى من الام لم تاخذ الحب، لان الام لا تحب نفسها، تحتقر نفسها وتحتقرها لانها ترى نفسها فيها. يعني أول شخص سيعطيها الحب وسيعطيها الاهتمام من الذكور، لأنها تشعر بالدونية، وهذا الذئاب البشرية، مجرد ليس هناك حب حقيقي وإنما فقط كذب في كذب، وهي ستقع في الفخ من أول لأنها غير واعية، ولأنه يعني ما خفتم منه ستقعون فيه، لأنه أنتم ربيتم هذه المرأة بهذه الطريقة، هذه البنت بهذه الطريقة، فهي كارما كبيرة وثقيلة جدا. أردت التفصيل قليلا في هذا لأنه كان عدنا الكثير من هذا الموضوع، هذا الكارما، هذه هي. رأيتم كيف هي الآن كارما الأجداد؟ هذه كارما الأجداد. يعني بعض الأمثلة البسيطة والتي نراها دائما، يعني أردت أن أعطيكم أمثلة ترونها دائما، تعيشونها معاشة في واقعنا. والآن ندخل في القراءة، ولدينا مجموعتان. المجموعة الأولى بالريشة الزرقاء، المجموعة الثانية بالريشة البنفسجية، أو أول حرف من اسمك أنت، وستظهر الحروف هنا، وأنا ثم اختاروا، وأنا سأوزع الأوراق كي تكون عندنا الأوراق جاهزة فيما بعد. إذا ما هي الكارما التي ولدت بها؟ أردت أن أعطيكم هذه الأمثلة فقط لنوعيكم على ما الذي يحدث، كم هي رهيبة رهيبة هذه الكارما وصعبة. لنرى، بسم الله. نزيد أيضا من هذا التاروت الفايفولي، يعني نضارب في القدم من عصور أخرى. هذا التارو من العصور القديمة، يعني يجسد عصور قديمة. لنرى ماذا سيخبرنا. إذن نبدأ مع المجموعة الأولى. المجموعة الأولى والذي نختار الريشة الزرقاء، أو أول حرف من اسمك أنت. إذن ما هي الكارما التي ولدت بها؟ كارما الأجداد. إذن دعوني أركز قليلا في هذه الأوراق. هذه كارما من جهة الأب، يعني جهة الأجداد ناحية الأب،
وعندها علاقة بكسب المال وفقد المال. أنا أرى هناك صعوبة في أنت الآن تشعر بأنك هناك صعوبة في تحقيق الرزق وعدم القدرة التواصل مع العائلة، عدم القدرة على التواصل مع العائلة، وتجد صعوبات كثيرة في هذه الحياة. أرى الأرقام التي تتكرر هنا. جدك من أبيك أو الأجداد، أحد الأجداد أبيك كانت عنده ثروة، كانت لديه الأموال وثروة طائلة، وفقد هذه الثروة فيما بعد. فأنت في جيناتك عندك الثروة ولكن تعيش الفقر، صعوبة في الحياة في كسب الرزق، لأن هذا الجد فقد ثروته ومات كظيم على ألم، على حسرة لفقد ثروته، مات ربما بإحساس الظلم والعجز والعوز، وهذا ما ورثته لأن إحساسه كان قوي بهذا. وأنت في أعماقك تشعر بالعز، في داخلك تشعر بالغنى بالوفرة وأنك لست بحاجة أي شيء. هذا الشعور يأتيك من الأعماق رغم صعوبة تحصيل الرزق الذي تمر بها، رغم الفقر الذي تمر به. يعني في داخلك عندك شيئان معا، الفقر والغنى، ورثتهم مع بعض. فأنت حين تكسر هذه الكارما ستحصل على المال بسهولة لأنه موجود في جيناتك. فهمتم كيف القضية؟ يعني هذا الجد كان عنده أموال، كان غني وفقد أمواله، وأنت ورثت شيئين معا، يعني عندك سهولة في كسب الرزق، وعن رغم أنك الآن متعسرة حياتك، أنت بحاجة لكسر هذه الكارما العوز التي تشعر بها الآن. قولون لي كيف كسر الكارما؟ كسر الكارما تكون كل كارما عندها طريقة كسر الكارما، كسرها كل كارما عندها طريقة كسرها. هذه الكارما هي بالتأمل، التأمل والتواصل، يعني الانتباه إلى هذا الشيء، أنك جدك كان عنده مال وفقده، وعاش بعده أبوك عاش حياة صعبة جدا، والدك عاش حياة صعبة جدا، وأنت ورثت هذا عنه. يجب أن تعي أولا لذلك وتقوم بتأمل، تأمل عن الكارما وعن الأجداد. هناك هذه التأملات موجودة، ربما سأضع أنا بعض التأملات أيضا الفترة القادمة، بعض من التأملات ربما سأضع بعضها للراحة النفسية، للكارما، لطرد الكارما، لقطع الأحبال الأثيرية. مهم قلت بأنه هذه التأملات موجودة، عندك اتصال مع الأجداد والامتنان لهم أن تبارك أجدادك وتبارك حتى الأجيال القادمة، وأن تكسر هذه الكارما. قلت لك موجودة التأمل، بالتأمل هذه الكارما تكسر، بالوعي أنك تعيها، وأنك حتى أنك تتخلص من الإحساس العوز الذي عندك. وهناك أيضا كهذا نفس المجموعة هذه اللي عندهم الكارما، كارما الفقر والغنى، هناك أيضا الشح العاطفي والنفسي في هذه العائلة، عائلة لا تعبر عن المشاعر، ولا تعرفون الدعم النفسي لبعضكم البعض. يعني كان تكسر هذه الكارما أيضا بأن تعبر عن حبك لعائلتك ولأسرتك لأطفالك وغيره. تكسر الكارما عدم التعبير عن الحب، يجب أن تعبر عن الحب، تعبر عن عواطفك التي تشعر بها، وتقدم الدعم النفسي. عندكم احتقار للمشاعر، حتى أن واحد يكون عنده مشاكل نفسية تقولون بأن هذا يعني ضعيف وغيره. لا، يجب أن تكسر هذه الكارما بأن أنت لا تتبنى نفس التأساليب وتغيرها في التصرفات مع أبنائك، لكي يجي جيل فيما بعد قد كسر هذه الكارما. هناك في هذه المجموعة أيضا هناك أم وحيدة وهناك طفل.
غياب الأب وغياب السند، غياب الطاقة الذكورية، فيا إما الأم عندها مشاكل مع الزوج أو ربت طفلها وحدها، أو هناك غياب للزوج وأنت ورثتي هذا للمرأة وللرجل أيضا، يعني الرجال الذين يجدون صعوبة في الزواج ورثت هذا، فيا إما أنت أم عندك مشاكل مع الزوج وانفصال وأنت تربين وتعيلين أبنائك وحدك، وعندك مشاكل في آلام في العظام وفي الأكتاف وفي الظهر لأنه غياب السند، عند غياب السند قوي جدا، وهذه الآلام تدل على غياب السند، آلام العظام وآلام الظهر الكتفين، أنك تحملي آلام كتفين دليل على أنك تحملي فوق طاقتك، يعني تمثلين الدورين الأم والأب، تعانين من غياب السند في الحياة. وكسر هذه الكارما يكون أيضا بمعرفة بالوعي بها أن الأم لماذا تعيش هكذا، لماذا الأسباب، معرفة الأسباب، ربما تغيير العقليات، تغيير الأفكار السلبية، وربما تغيير أسلوب التعامل. أنت تعرف الأسباب وأنت تعرف الأسباب، يجب أن أول شيء لكسر الكارما أن تعي بالكارما وأن تعرف أسبابها. نعطيكم الأبراج، عندنا برج الثور، برج الثور برتين، برج الجدي، برج الأسد، برج العقرب، وهنا عندنا برج الجوزاء، عندنا القوس، هذه هي والطاقات، كل الطاقات موجودة، الهوائية، المائية، الترابية، النارية، كل الطاقات موجودة. إذا نصل إلى نهاية المجموعة الأولى، أرجو أن تكون قد عقدتكم هذه القراءة وأعطتكم بعض الإيضاحات والإرشادات، ونذهب إلى القراءة الثانية، ممكن تبقوا معنا في القراءة الثانية ربما تجدون شيء جديد. مرحبا بكم أحبائي من اخترتم المجموعة الثانية والريشة البنفسجية أو أول حرف من اسمك، ونبدأ على بركة الله. ما هي الكارما، كارما الأجداد التي ولدتم بها؟ صار مقلوبة. ou de la fortune, justice. الأشخاص في هذه المجموعة روحانيين، أنتم أرواح قديمة جاءت للحياة للتعلم وإحداث تغيير وكسر الكارما، وكسر الكارما وتنظيفها. للذين يؤمنون بتناسخ الأرواح والحياة السابقة، أنتم جئتم لتكسير الكارما، ليس فقط كارما، ليس فقط الكارما الأجداد، بل كل كارما لديكم عليكم، لكي لا ترجعون إلى الأرض مرة أخرى، لأنكم يجب أن تصفون كل الكارما وتتعلموا، تتعلموا وتصبحوا معلمين روحانيين. لقد أتيتم في هذه الحياة للتجارب والتنظيف، فلا تأتوا مرة أخرى لهذه الحياة لتنظفوا الكارما، لأنكم ستكونوا قد نظفتم الكارما في هذه الحياة، إلا إذا أردتم الرجوع إليها كمعلمين روحانيين لتساعدوا الناس. فالصعوبات التي تمرون بها الآن لأنكم أولا تنظيف الكارما موجودة،
ولكن أيضا لأنكم لا تعرفون من أنتم، لا تعرفون حجمكم الحقيقي. هذه الصعوبات والأزمات تلهيكم عن هدفكم الذي جئتم لأجله، عن مهمتكم وهي تنظيف الكارما. تلتهون بهذه الأمور، فأنا أدعوكم لئلا تغركم الدنيا بكل ما فيها من جميل، بكل ما فيها من قبيح، ودائما ترجعون إلى كينونتكم روحانيتكم، تتصلون مع ذاتكم العليا، دليلكم الداخلي، ملاككم الحارس، لتكملوا مهمتكم. وهذا يا أحبائي أيضا ورثته من أجدادك. الروحانيات التي لديك، الروحانيات التي لديك، قوتك الروحية ووجودك في الحياة كشخص عنده هدف ومهمة وأردته من أجدادك. جدتك لأمك، جدتك لأمك أو الأجداد لأمك، كان فيهم عرق نبيل، أشخاص كانت قلوبهم لله، قد يكونوا صوفيين يهتمون بالصوفية، كانوا من أولياء الله. مرة في فيديو ظهرتم لي أيضا، ما شاء الله عليكم، أنتم تتابعوني، لهذا تصلني طاقتكم، فشكرا لكم وأنا فخورة بكم. أحب هذا الخيط الروحي الذي يجمع بيني وبينكم، لأني كما أقولها دائما لا يهمني عدد المشتركين في القناة، عدد المتتبعين، لا تهمني الكمية قد ما يهمني، تهمني النوعية، نوعية الأشخاص المحيطين بي والموجودين في قناتي، فأنا ممتنة لكم. أرأيتم بأن الكارما الإيجابية أيضا تورط؟ يظهر لي هنا أن مهمتكم في الحياة إضافة إلى التنظيف، دارت لي التستار مرتين، العدالة، والويد فورتشون تستار مرتين، الشفاء، الشفاء، بعضكم عنده طاقة شفاء، قدرة على شفاء الأمراض النفسية، أحيانا النفسية أو الجسدية أو هما معا، عندك طاقة، عندك هيبة ربانية، ظهرت مرتين لتؤكد على هذا الموضوع. والعدالة، وجودك مهم في الدنيا، وجودك مهم في الحياة. قلت يظهر لي الآن هنا أن مهمتكم في الحياة إضافة إلى تنظيف الكارما بهذه الأمور الصعبة التي تمر بها، مهمتك هي الحب، الحب اللامشروط، الحب اللامشروط. وأنت قد عانيت كثيرا من الخذلان، تركك الناس كثيرون، عندك إحساس بالفقد، فقدت الكثير من الأشخاص، لأنك أنت يا عزيزي ربي الله سبحانه وتعالى، الكون يريد دائما أن يعيدك إلى مهمتك. عندما تشعر أنك في منطقة أمان وتنسى كينونتك الروحية، تنسى هدفك الروحي، الكون يفقدك هذه الأشخاص الذين أبعدوك، يريدك أن ترجع إلى حقيقتك. وتغادرت كثير وتركوك الناس، أصلا أصلا طاقتك طاقة منفرة، منفرة للأشخاص، لأنهم طاقتهم نازلة، روحانياتهم نازلة، وأنت روح عليا، فدائما تعطي ذبذبات للأشخاص الذين لا يشبهونك في الطاقة، أنهم يذهبون، لا يشعرون بالراحة معك، لأن طاقتهم أدنى من طاقتك، وأنت ما لا يجب أن تنزل مستوى هذا، لا تنزل، أن تنزل، تبقى دائما في طاقتك وتنتبه لنفسك. ها هو الكون، انظروا في الستة سيوف، ملك الحارس أو ملائكتك، كل ما تشعر بأنك في منطقة حراسة ويأخذك، يأتي وتأخذك، لا 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 لا، هذا ليس مكانك يا عزيزي، تعال 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 معي، تعال، عندك مهمة في الحياة، أنك روحاني، ماذا تفعل؟ هذا قد وردته. قلت لك أنت مهمتك في الحياة هي الحب، حتى الذين تركوك ولا تدعنوك، والذين حذاري من الكره، حذاري من الحقد، حذاري، لأنه أنت لازم لك الحب، تعطي الحب وتستقبل الحب.
صعبة وقوية، الموضوع صعب، أشياء صعبة وقوية. تلتقي مع ناس نرجسيين صعبين مؤذيين، ليختبرك الكون في حبك، ليختبرك الحب. تجد كلامي غريبا؟ لا لا لا، ليس كلام غريب، لا. يختبرك الحب، نعم. هل ستعطيهم الحب أم لا؟ ولا أقول لك الحب يعني ذلك التعلق، التذلل، هذا ليس حب، هذا ضعف، هذا قلة حب الذات، عدم حب الذات. الحب الذي هو صعب جدا، مش أي شخص يقدر عليه، وأنتم من الناس الذين يقدرون عليه. بدل الحب اللامشروط من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف، أنك توقف الأذية عنك بالحب ليس بالكره، ليس بالاحتقار نعم، تغيير وتوجيه الآخر بالحب اللامشروط. كأن هذا الشخص طفل لا يعلم ما يفعل. هذه هي مهمتك، أنت توجه الطفل كأنك أمه كأنك أبوه. مهمة روحك الحكيمة الطاعنة، يعني قديمة وليست حديثة، ستجد تجاربك في هذه الحياة من هذا النوع. تلتقي مع الناس وحتى أقرب الناس إليك يعطونك الكره، تشعر بأنك غير محبوب، الأذية والاستغلال، يستغلونك حتى في حبك وفي طيبتك لأنهم غير واعيين يا عزيز، قلت لك مثل الأطفال، يستغلونك حتى في حبك وفي طيبتك لأنهم محتاجين وعطشة لك، هم عندهم عطش ليك لما لديك أنت. هم مجرد ناس، كيف نقول، ميزيرابل، بؤساء، ناس بؤساء، نعم بؤساء، يعيشون البؤس، ربما يأتون ليأخذوا منك ما هم بحاجة إليه من منطلق ضعف نفسهم وضعف روحهم، فتبدو بذلك الشكل السيء الذي يبدو لك، لكنهم فقط محتاجين إليك. كيف تتصرف معهم؟ قلنا التصرف بالحب اللامشروط من منطلق قوة وبقوة وبحكمة وليس بضعف وخنوع. أنت مهمتك أن تساعد الناس، فهمتني؟ الكثير من الناس يلجؤون إليك لأنهم بحاجة إليك، بحاجة إلى حبك، إلى عطفك، إلى عطائك، بزاف بحاجة إليك. حتى الذين يؤذونك، انظر هذا يسرقك ويذهب يهرب، يطعنك ويهرب، حتى الذين يؤذونك هم بحاجة إليك. يجب أن تجلس في تأمل طويل، تفكر في هذا الكلام وتفهم لماذا تحدث معك هذه الأحداث، لماذا حدثت هذه المواقف، ستفهم كلامي. هناك أيضا مجموعة هنا عندها كارما تكررت كثيرا في العائلة من الأجداد، من الجدات، أن النساء يحملن المسؤولية عن الرجل. هي تلعب دور الرجل والمرأة في نفس الوقت، يحملن المسؤولية عن الرجل، أن النساء هن اللواتي يحملن الحمل الأكبر في العائلة، وترى المرأة التي ورثت هذه الكارما تقوم بمسؤوليتها ومسؤولية الرجل، والرجل يتراجع إلى الوراء ومرتاح جدا أن المرأة تحمل عنه مسؤوليته. وأنا أقول لكم أبسط مظاهر من مظاهر هذه الكارما، هي أنك مثلا تشتري أغراض للبيت وتحملي هذه الأغراض وتكون ثقيلة جدا، لا تنادي الرجل سواء كان أخ، ابن، شريكك، أن يساعدك ويحمل عنك، أنت لا تحملي، لم تحمليش أثقال. هي مهمة الرجل وليست مهمة المرأة، وبهذا أنت تحطمين، تدمري أنوثتك. هو يظهر في هذه الأشياء البسيطة، ستقول لي هذا شيء بسيط، لا، هي تظهر في هذه الأشياء البسيطة. إذا بدأت بأشياء الحمل، تجعلين الرجل والذي يحمل لك عنك هذا الحمل، هو يبدأ بحمل مادي ينتقل إلى أحمال نفسية، أحمال معنوية، يحمل عليك هو المسؤولية.
تبدأ هكذا بهذه الأشياء البسيطة، لا تستهين بالأشياء البسيطة، تصنع أشياء كثيرة، تترمي حجرة صغيرة في النهر يعطيك عدة دوائر، يحدث تغير كبير جدا ذلك الحجر الصغير، لا تعلم أنت. حذاري من قلة الوعي، فكروا تماما، فكروا جديدا، كونوا واعين للأشياء التي تحدث أرجوكم. اطرح الأسئلة والله تأتيك الأجوبة. قلت لك أنك تحطمين بهذا أنوثتك التي هي أصلا طاقة استقبال، فلن تستقبلي، ستبقين أنت غير في عطاء وعطاء 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 واستغلال كبير. هناك أيضا مثلا مثال، عطل في البيت من هذه الأعطال التي تحتاج للرجل لإصلاحها، تعجل المرأة هي التي تقوم بإصلاحها، والرجل في البيت مستريح وتارك لك المسؤولية أصلا، هو متهني مطمئن أنك أنت ستقومين بكل هذه الأمور، أنت عودتي على هذا الأمر وستلاحظين أنه شيئا فشيئا سيتراجع ويتخلى عن الكثير من مسؤوليته، ولا تشعري بأنه يساعدك ولا أنه يخاف عليك، تشعري أنك حتى أنه لا يراك أبدا، إنه يراك سوبرمان. هذه أحاسيس عظيمة عظيمة، صعبة صعبة، مشاكل كبيرة تبدأ من هذه الأشياء الصغيرة التي قمت بها أنت وهي ليست مهمتك أصلا، وتجدين هذا الرجل سواء كان زوجك ابنك أخوك، ستجدين هذا الرجل مع امرأة أخرى يخاف عليها وعلى تعبها ويساعدها ويظهر رجولته في هذه الأمور الذكورية، حمل الأثقال وعمل الأشياء التي فيها قوة وجهد بدني يثبت لها قوته ورجولته، ولا يفعل ذلك معك، يتركك تعبانة وتحمل ولست تستطيعين ذلك، ويراك عادي لأنك أنت عودتي على ذلك. هذه كارما عملتها من جداتك ومن أمك، وحتى أمك ساهمت في ذلك، وأنت ستساهمين في بناتك إذا لم تكون لديك الوعي وتكسري كارما هذه. الأم التي ساهمت في هذا الأمر تأمرك أنت بأن تقومي بهذه الأمور، ألا تستدعي رجل القيام بها ولا تطلب ذلك من ابنها، حتى لو كان ابنها موجود في البيت سيقول تطلب منك أنت أن تقومين بها، لأنها أيضا تربت هذا الوعي، أخذته من أمها هي أيضا، وداخل حتى أيضا في التمييز بين النساء من الذكور والإناث، أن المرأة معليش تتعب كل شيء تتعب عليها كل أحمد، والرجل لا مسترخي ومتهني لأنه رجل فقط. رأيت هذا الموضوع كم يترتب عليه من أمور، شيء بسيط يبدو لك بسيط ولكن يترتب عليه كثير كثير من الأمور، وأنت عليك أن تكسري هذه الكارما وتتخلي عن مسؤولية أشياء هي ليست مسؤوليتك وليست مهمتك، وهكذا تحرر بناتك حتى من هذه الكارما، وهي تبدأ بهذه الأشياء البسيطة، وفيما بعد ماذا ستفعلين أنت؟ ستصبحين أنت من ينفق على البيت ويتحمل مسؤولية الأبناء، هكذا ستكبر فيك، ستصبحين أنت سوبرمان كما قلت لك، مش سوبر وومن، سوبرمان. لأنه سيراك رجل لا يراك امرأة، والله لن يشعر بأنوثتك، لأن الرجل يحب أن يعرف أنك ضعيفة أحيانا، لا تستطيعين تفعلين ذلك، ويحتاج لقوته، تعال أنت قوي أنت رجلي، ويشعر بوجوده حتى أنك بحاجة إليه. إذن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية حتى إعالة أولاده، يقول إذا لم يعيل الأولاد هو لن يعيلهم أحد، مش أنت ستأخذين الدورة، لا يعتمد عليك ويتكل عليك، فهمتم؟ والله أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا، والله فيديو مهم جدا جدا جدا، وأن يكون لكم بعض الوعي على الأقل لتربوا أطفالكم، يعني أنتم راحت عليكم خلاص. على الأقل أن تربوا أولادكم بشكل مختلف على الطريقة التي تربيتم بها، وتاعوا هذه الأنماط التي تحدث، ها؟ أنماط التي تتكرر في عائلتك،
أنت تعبتي وقاسيتي وعانيتي، لا تجعلي ابنتك تقاسي وتعاني نفس الذي عانيته. لا، أعطيها الوعي، أعطيها وعيك، أعطيها وعيك، ورثيها وعيك. هذا يورث، حتى الوعي يورث. لنرى الأبراج، عندنا برج الحمل، برج الدلو مرتين، لأنه الستار ظهرت مرتين، الدلو مرتين، ميزان، القوس، هذه هي الأبراج. إذا أرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. أكيد قد نال إعجابكم، لا محلاكم، لين محلاكم وأنتم لا ينال إعجابكم. أهم من هذا أن ينال إعجابكم، أهم منه أنكم تنتبهوا لهذه الأشياء وتعوا إليها وتكسروا الكارما وتحدثون التغيير الذي تحدثه حجر البسيطة التي رميناها في النهر وأحدثت عدة دويرات ودبدبات. كونوا أنتم هذا الحجر، ألقوا هذا الحجر. وشكرا لكم وعلى حسن متابعتكم، ونلتقي نحن في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.